من جانب الحكم. صافرة البداية بتعلن عن بداية المباراة، وأدي أول كرة كده ملعوبة وجول. أسرع هدف، أسرع هدف، أسرع هدف. نواف العابد، نواف العابد لعب الكرة من منطقة السنتر وشاط واحدة في المرمى في أقل من 3 ثواني. أسرع هدف في العالم، أسرع هدف في العالم. نواف العابد، نواف العابد خد له واحدة هوب في الجول، خد له واحدة في المرمى في الجول. وواقف أحمد الرشيد بيتفرج، مشاهد، مشاهد زيه زينا. وأدي نواف العابد خد واحدة غدر بيه، غدر بيه. وعلى فكرة الغدر صفة مش جميلة، لكن في كرة القدم الغدر صفة مطلوبة. ونواف صافرت بداية المباراة من جانب الحكم. صافرت البداية بتعلن عن بداية المباراة، وأدي أول كرة كده ملعوبة وجول. أسرع هدف، أسرع هدف، أسرع هدف. نواف العابد، نواف العابد لعب الكرة من منطقة السنتر وشاط واحدة في المرمى في أقل من 3 ثواني. أسرع هدف في العالم، أسرع هدف في العالم. نواف العابد، نواف العابد خد له واحدة هوب في الجول، خد له واحدة في المرمى في الجول. وواقف أحمد الرشيد بيتفرج، مشاهد، مشاهد زيه زينا. وأدي نواف العابد خد واحدة غدر بيه، غدر بيه. وعلى فكرة الغدر صفة مش جميلة، لكن في كرة القدم الغدر صفة مطلوبة. ونواف